لك طلة بيها الأشواق تهتز، لك طلة بيها الأشواق تهتز، هزت غرب كركوك كلش قوية، ولك نفحة فيها من الطيب والعز، نفحة وداد وكون نلتم سوية، نفحة وداد وكون نلتم سوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين، حياكم الله يا من تتابعون هذا البرنامج في داخل الوطن وفي خارج الوطن في هذه الحلقة المباشرة لهذا اليوم الأحد 25 من شهر تشرين الثاني لعام 18 و2000 من ميلاد المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام، من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، 17 من شهر ربيع الأول من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، 24 أو 25/11 و14/11 من العام الماضي. كانت هزات أرضية قوية، رسائل من الله عز وجل إلى الناس، كل الناس بأن يتوبوا ويؤوبوا إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نستغفر الله ونتوب إليه في كل يوم إن شاء الله، علّه أن يرفع عن أمة محمد هذه البلايا وهذه الرزايا، ومنها السيول الجارفة التي ضربت أهلنا في الفاو والبصرة، وضربت أهلنا أول أمس أو قبلها بيومين في قرية الحورية أهن الهيب، والخضرانية أهن جبور في الشرقاط، وأخذت ما أخذت من المواشي والأغنام وأهلكت الحرث والنسل، بل أنه هناك يعني أطفال فقدت بسبب هذه السيول. نسأل الله العفو والعافية، وفي نفس الوقت نحمد الله على كل حال، نحمد الله على كل حال ونستزيده من هذا الغيث المبارك، وإن شاء الله عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ما نقدر نقول يعني أخطاء المسؤولين أو الإدارات المحلية، بحكم أنه يعني ماكو أنفاق تأخذ هذه السيول الجوارف وتصبها في المصب النافع، ولا أكو سدود بإمكاننا أن نستفاد منها باشرة. يجي الصيف وتقوم الناس تصيح الجفاف الجفاف وشحة المي شحة المي، يعني هدر بالطاقات إلى المشتكى إلى الله. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. قبل الترحاب بالضيوف فقط على السريع، لقاء تاريخي وتجمع يعني حقيقة كبير لخيرة الوفود التي وفدت إلى جنوب الموصل، وفد متمثل بقيادة الشيخ عماد الطوب من أهن البصرة، ووفد من بابل متمثلا بقيادة الشيوخ حقيقة الشيخ جاسم العويدين والشيخ فلاح الشنيار، ووفد من بغداد بقيادة أهن القراعات، ووفد من ديالة بقيادة السحل الشيخ أبو غيث السحل أهن البوطعمة، ووفد من كركوك بقيادة الأمير نايف المهيري يعني حاتم المهيري، ووفد أيضا من صلاح الدين بشيوخهم والكبار حقيقة. وكان اللقاء الجميل عند هن الملا منصور، المعرف عند العرب لا يعرف، ولكن كما قال الشيخ فلاح الشنيار، كما قال الشيخ فلاح الشنيار من بابل، اعتادت قبيلة وإمارة الجبور أن تلتقي في كل سنة وفي كل موسم في محافظة من المحافظات من أجل يعني النظر بأحوال القبيلة الإمارة وتدارس أحوالها والزيارة والتواصل. وكانت هذه الزيارة مهمة من وجهة نظري الحقيقة، لأنه كثير من الرسائل وصلت بأنه محافظة نينوى يهددها الإرهاب من 4 محاور، وداعش ترسل برسائل الخطر وغير ذلك. لكن هذه الزيارات التي كانت عند أهلنا الملا منصور وبدعوة كريمة منهم، ولقاء تاريخي بمضيفهم العامر عند الشيخ أشرف الملا منصور والشيخ جمهور الملا منصور، وتعززت أيضا عند أبو برزان وأبو سداد، وبعد ذلك كانت الأمسية الجميلة يوم الجمعة عند أهلنا بالموصل في قلب الموصل بحي الوحدة عند الشيخ أبو معتز والمحبين، ومسك ختامها عند الشيخ أبو شيماء كان مبيتهم وإقامتهم، وكذلك أهلنا الهزاع والكنعان
رسائل مهمة بأنه داعش لن يعود إلى، مستحيل أن ترجع الموصل إلى المربع الأول، وإنما رسالة المحبة ورسالة التكاتف، وهذا ما أعلن عنه أيضا الشيخ جاسم العويدين وكذلك الشيخ من البصرة عماد الطوب وكل المحبين. سوف يكون هناك مقطع فيديو شامل لكل هذه التصاوير، لكن لم يهيئ بعد، إن شاء الله سوف يهيئ بالحلقات القادمة، بل إن الحلقات اللي سجلناها بقيادة علي بن غالب المخرج المتألق الكبير ببرنامج تراحيب، جبناها من غرب الموصل إلى شرقه إلى جنوبه، والحلقة الخميس القادمة راح تكون عند أهلكم أجحيش في قرية أبو مارية. أهلكم أجحيش بإذن الله سوف يكون لقاء جميل قرابة 59 دقيقة بمضيف الشيخ أبو هزاع الجحيشي، وكل اللي حضروا هناك بذاك اللقاء ترقبوها الخميس بالتسعة إن شاء الله. حتى ندخل في طيات الحديث، نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع. واليوم أيضا ألقت إلينا محافظة كركوك بأفلاذ أكبادها من الشعراء والأدباء والرائعين حقيقة، أجمل ترحيب يليق بضيوف أمسية هذه الحلقة المتألق الكبير مروان العبيدي. مساك الله بالخير، والله حي والله حي والله حي، عافية الله بالخير عليك أستاذ فهمي. هلا مشتاقين والله، ما شفناك منذ سنة أو تزيد. الله يسلمك الله يسلمك، كل الهلا كل ساكن بالقلوب ان شاء الله. يلا حيوا يلا حيوا، نشكرك على الاستضافه الكريمه، ولطالما هذه القناه صارت حاضنه لكل المبدعين. الله الله الله، لا سيما جمعيه الشعراء الشعبيين، الله حيهم كلهم الله حيهم. اي أيوة والله، شكرا جزيلا لحضرتك وللقناه، الله يحييك بارك الله فيك، تسلم. ايضا الترحيب بصديق البرنامج اول مره يشاركنا في خيمه وقصيد وتراحيب ايضا قصي العبيدي، يلا حي قصي، يلا حيه الله حيه الله حيه، العرب تقول قصي وقصي بنفس الوقت، والله محييك وكل الهلا بارك الله فيك. حتما محضرنا اليوم الجديد والكثير على قولة مطر الكريدي ان شاء الله. يلا حيوا يلا حيوا، اجمل ترحيب بالشاعر اللي شاركنا لاول مره بخيمه وقصيد، حياه الله من ممشاه الملفاه عهد الحمداني، يلا حيهم بني حمدان، يلا نباك الله حيهم الله حيهم الله حيهم. عمرك استاذ فهمي، طبعا احنا وصلتنا طيبتك قبل شوفتك، بارك الله بيك، وانت انسان طيب، وقناة سامراء طبعا قناة الكل ان شاء الله، وتحية لك والمتابعيك وكل الأخوة الأعزاء وجمعية الشعراء الشعبيين فرع كركوك، يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. لمن هم خلف الكواليس المتألق الكبير حسام السبعاوي، يأبى إلا أن يحضر مع المحبين، هكذا حرص القائد على يعني معه والتواصل وزيارة طبعاً. اليوم أكيد. أربيل هذا المدينة الجميلة جميل. في إقليم كردستان، نعم. حفظ الله أربيل، حفظ الله كركوك، حفظ الله بغداد، حفظ الله البصرة، نعم. حفظ الله العراق بشرقه إلى غربه، من جنوبه إلى شماله، نعم. وإن شاء الله بردا وسلاما، بردا وسلاما على العراقيين في كل مكان إن شاء الله. يحياكم يبياكم يطبتم طاب ممشاكم. البداية المروان العبيدي، والله حي الله حي الله حي، من قال حي من قال حي استاذ فهمي. طبعا احنا تعودنا مبدئيا للوطن الحصه الاكبر. اي والله يا هالوطن شو مسوي بي الله، الله. اي والله، فاقول انظر الى مر العصور بدقه، الف رايه نصر تلقاني جايب، لي منهج فيه البلاغة نوعت، جبتها دروس من كثر المصائب، أنا عفتي عذراء أتاها زوجها حلال وتستحي الشوف القصائب، نظروا إلي صغير سن طائش، لتشني منين ما تجهبني شائب، أبقى إذا ما طال ظلمي شامخا، عراقي وما تحركنا النوائب، والنعم والنعم. ولدتني أمي شاعرا ومقاتلا، أتحول خبل وقت الطلايب، لي في الثوابت يشهدوا لي بصمة، لي في الثوابت يشهدوا لي بصمة، أنا ثامن صرت سبع العجائب، لي بين أبطال الرجال مواقف، يعدوني شرط لو حتى غايب، صغت القوافي لا أريد مقابلاً،
إذا مو ذود ما حرك الرشايب، فيما إذا ما صار موتي واقفا تأكد ما أموت وأنا خائب، تأكد ما أموت وأنا خائب. الله الله سلامك. الله الله سلمك الله، الله يسلمك. الله يسلمك. عشت يا مروان، الله يعزك. هذه على الوطن، على الوطن، ويستاهل الوطن، يستاهل، يستاهل كثير. أيه والله قليل. تسلم تسلم تسلم، الله يسلمك. تسلم يا مروان، صح الله لسانك، صح دنك، وحتما نرجع لك في طيات الحديث، لكن ناخذ من الشباب الله حيهم. قصي مساك الله بالخير، شلونك؟ شلون اخبارك؟ ايش قد مواليدك قصي؟ 84. ما شاء الله، اول حضور لك على الفضائيات؟ اي اول حضور، اول حضور. وش محضر لجمهورك والمحبين؟ والله انا ما بخرج عن اطار الوطن. يا سلام يا سلام، الله 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 الله. وش تقول؟ اقول احبك يا وطن، احبك يا وطن بيك اعشق تراب، احبك يا وطن بيك اعشق تراب، وظل اسمك الحن بي وغني، اسم البسجل مو شيعي مكتوب، ولا اقبل ابد ينكتب سني. ما احب اللي يحب، ما احب اللي يحب الانتماءات، عراقي بدون ذنيك وهذني. الله الله. اما القصيده، يا سلام. ايش قد هم تصبر عليهم يا وطن ليش؟ هم خلقك طويل وبيك احتار، عليك تحالف اورادوا ويذلوك، رضا وخيرك يصب للغير يندار. شنو الهم اللي عليك الصار مكتوب؟ شنو يبوقك نذل ويفرهدك عار؟ لا تبني حلم على القال تغيير وطن، حتى الحلم بي لعبة قمار. كل يوم اللي يمر بي ندفن ورود، حتى القاع ملت تحضن صغار. عجل وين الهتف والصاح منصور؟ اشو شوه وصيته وضيعه ونصره؟ اللي يأمن بشر طعنات ينطو لحد ما طيحوه وشققه وخصره. أنا العيناك هد الروح أنطيك، ولجل دم الشهيد الطاح بالبصرة. شم كسرت خبز شبعان ذبيت، والوادم تموت وما لقت كسرة، والفاقد ابنها معاش محتار، يجر حسرة ابن له على الوطن حسرة. سلام الله الله، عشت، تبارك الله بيك. تسلم تسلم. الله يسلمك، بارك بيك يا عهد. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. من بني حمدان، ما عليك سؤال. يلا حيو، يلا حيو، يلا حيو. ايش عندك محضرنا من القصايد يا عهد؟ والله احنا نؤدي الواجب اول مره اكيد على الوطن. يا سلام، سلمك الله. ما يموت الوطن بيه الملوك تهاب، ومن عشب الخلود اقداح من طينه، قبل قالوا شبابك يا وطن يفدوك، بس ثلثين هم عكاز رجلينا، أرواح الفوارس عادي فدوة تروح، من أجل عينك جمل تعيون ضحينا، أرواح الفوارس عادي فدوة تروح، من أجل عينك جمل تعيون ضحينا، حشمنا الدول من طبة والحدباء، وماكو حد لفانا بس عراقينا، حشمنا الدول من طبة والحدباء، وماكو حد لفانا بس عراقينا، بينا شقد مضايف طفت بيها النار، وعذبنا السواتر فشق هلينا، شفافك يا وطن ضحكت وقلنا تهون، وتفن كل سبع سابع جوارينا، تدري من الشهيد تخوف دكت الباب، لأن ديان واقف ينتظر دينا، لو تدري بعلي صارت كثير أعداه، بس بالله انتصف تشهد لصفينا، ولو شايف عمر يركض خجل وبليل، عجوز منزهد ما طلبت طحينة، ما نخذل بعد والفتنة خلها تموت، سنة وشيعة بالعباس صلينا يا وجه القمر، شو كان محاك الغيم، وابو آب احترق من كلنا هدينا، يعدونك عظم يوم اللي فوق عداك، وحشود منجم رحياك،
شبينا فزعنا على القدس، فزعنا للقدس للشام عد عيناك، فزعنا للقدس للشام عد عيناك متحزمين وين تريد ودينا عم وداك والراح ما صحنا وعندك فوقنا رجوك خلينا مسوبع من صدر منصوب لك ديوان ومن حبل الفداء رجال شدينا تخوفنا المزاعم عود صل بغداد يا محلوق قبل كبار شقينا تريد تخون عادي براحتك مدخون واحنا بنذر دون الخلق وفينا لا تسترجل علي وانت بعثر رجليك يا بن حواء آدم بزع من طينة لا تسترجل علي وانت بعثر رجليك يا بن حواء آدم بزع من طينة ومثل جعفر عراقك يحمل الرايات علم شايل وراح غدر شفينا علم شايل وراح غدر شفينا الله 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 عشت يا عهد عشت صح الله لسانك تسلم 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 ناخذ فاصل ان شاء الله حتى ايه ان شاء الله نغير المخرج الفاصل جاهز احمد عزيز اها احبة المشاهدين والمتابعين هذا الفاصل وبعده راجعين لكم لتكملة فقرات برنامج خيمة وقصيد فابقوا معنا وحياكم الله 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 عشت يا ابو نازك اي والله تسلم طبعا تحية والف للفنان المتألق الكبير احمد عزيز الجبوري ابو نازك كان في جولة ميدانية في دول الخليج في قطر استمرت قرابة الشهر رجع الى يعني العراق قبل يومين او ثلاث وفي جعبته الكثير من الأشواق وإن شاء الله سيكون في ضيافتنا قريبا بخيمة وقصيد فحمل البرنامج ومتابعي البرنامج التحايا والسلام بعد إذنكم شو مشاركة حتى أرجع لك يا مروان لكن تعرف الجمهور يقول بن الشرقاط يا أهلي ابن أهلك زويد الهيب عيال العرجة دكتور حسين يوسف زويد هذه الكلمات خلال محنة النزوح التي عشناها أبناء الشرقاط كتعبير عن تكاتفهم في تلك المحنة يقول نوازل منتهى الكربات يأبى هولها لينا نوازل منتهى الكربات يأبى هولها لينا تلف ديارنا الثكلى وأين المنتأى أين حصاد مواسم الأحزان في أرجاء وادينا على مضض جنيناها يبادر بيادر في بوادينا نداء الحزن والحرمان يبقى راسخا فينا وتبقى فرحة الأعياد تنأى عن أمانينا حياة القهر والآهات من موروثها فينا حزان حزانا دمعنا يجري بما آلت ليالينا رعاك الله ديرتنا أيا بوحا يناغينا فأنت الملح أنت الزاد يا شرقاط أهلينا وأنت الفل فواح وما أحلاك تسرينا سلمتي وسلمتي ويحفظ الصوبين رب العرش بارينا ودام الزهو والأفراح في أنحاء شاطينا فكوني غيمة وسنا وظلا وارفا فينا بدون رباك يا شرقاط لا تحلو أماسينا فما أحلى تجمعنا وما أقسى تجافينا تعالوا يا بني عمي فصوت الحب يدعونا ففي الجرناف جياش هوس ديراتنا فينا وذي بعاجة صارت لأهل الهيشل المينا وهذه جميلة الأعمام في الصوبين تدنينا وأما الخصم وخصماه ما أبهى حوارينا وأما الخصم وخصماه يا أبهى حوارينا تلول الباج تاريخ طنايا في بوادينا بن الشرقاط يا أهلي لكم سالت مآقينا فداكم كل نهاز وخوان لأهلينا مفاعيل مفاعيل هجرناها قوافينا هجرناها قوافينا من دكتور حسين زويد يبلغكم التحايا والسلام اي بالله عشت دكتور حسين وحفظ الله الشرقاط واحنا حقيقة نشد على أزر كل اللي وقفوا وقفتهم المشهودة والمعهودة من البصرة
إلى السليمانية، إلى أربيل، المحبين اللي جو بإغاثاته يعني بهذا الإغاثة 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 والثلاث تنعام من كل الحمايل. إيه والله حتى أخذ فقط قصيدة الأميرة شهرزاد إن شاء الله. وتسلم عليكم شهرزاد، عليكم أجمل التحايا والترحيب من الشاعر الأميرة شهرزاد، ترسلها عبر برنامج خيمة وقصيد إلى كل العاملين في هذا البرنامج وإلى كل المتابعين والمشاهدين وإلى كل الضيوف حقيقة المتألقين في برنامج خيمة وقصيد. وأهدي هذه الأبيات إلى قبيلة عتيبة عامة ولا يهون الجميع، وإلى الشيخ حسين بن علي الروقي العتيبي أبو راكان، والشيخ أبو محمد العتيبي، والشيخ أبو عبد الله العتيبي خاصة، وتقبلوا تحيات الشاعرة الأميرة شهرزاد. خطيت قافي بالشعر كيف ما أريد، خطيت قافي بالشعر كيف ما أريد، بجمل حروف القاف لامع بروقة، والنعم يا عتيبة كلهم أجاويد، والنعم بعتيبة كلهم أجاويد، يا معتلين فوق خيل سبوقة، ولا قلت عتيبة جوك كلهم صناديد، عتيبة الهلة ما أحد يفوقة، يستاهلون المدح قول وقصيد، طيور شلوة والمعاني تسوقة، من رسوم قوم والفعايل مواكيد، والمعتدي باللقى طايح خفوقة، يا ما لكم بالمجد ملقى ومواعيد، مثل شعاع الشمس ساعة شروقة. إهداء إلى قبيلة العتيبي عامة، ربي يسعدهم ويحفظهم ولا يهونون الجميع، من كلمات الشاعرة الأميرة شهرزاد. يلا حي شهرزاد وحي الله العتيب، الله حيهم السعودية، الله حيهم. ونرجع لك يا مروان، وش عندك من مشاركات؟ ولا تهون أبو فرقان. طبعا أنا طلب مني يعني طلب خاص قصيدة أنا محضرها طبعا، بس أنا اختاريت قصيدة غير اللي طلبت مني، لأنه أتصور أني قراري صائب. يلا خلنا نشوف. لأني الأبيات التالية لسيد الكائنات محمد عليه الصلاة عليه والسلام. عليه الصلاة والسلام. يا سلام. أبيات بسيطة. نعم. يقول أمس وانت على بالي وقادني الشوق، عليك وما نمت ذيك المسية. أمس وانت على بالي وقادني الشوق، عليك وما نمت ذيك المسية. يا أول راعي ربك خصك تكون، محمد صرت واختارك نبيه. الله عليه الصلاة والسلام. يا رحم أمتك يا مصطفى الله، يا نور الدنيا يا خير البرية. يا حنيتك علينا وما تبريت، بيوم الأخو يتبرى من خيه. الرسل يوم الحشر ما تشفع تقوم، نفسي تصيح من شر البلية، بس انت صحت بين الشفاعات أمتي. وما قلت آنش علي، ممكن أنسى كل شي بهاي دنياي، وبد ما أنسى أفضالك علي. توقف على الصراط بوقت العبور وتدعي لأمتك تعبر سليمة، رضعتك شنو هلقتش للطيب، ألف رحمة على روحك حليمة. أحب الله وأحبك يا نبى الله، مو بيدي على الفطرة القديمة، أهيم بطاري اسمك لو يذكروك، وأعطى الشوق للحضرة الكريمة، تجيك وتعتني رغم المسافات روحي وتنهزم مني هزيمة. صلى الله عليك شقد إلك جاه، صلى الله عليك شقد إلك جاه، يا مربك ومنزلتك عظيمة، تدنيت على ربك قاب قوسين أو أدنى، علاقتكم حميمة. يا هنيال اللي يحبك يا نبى الله، الما حبك أبد ما عنده شيمة. يا صادق يا أمين منين أبديك، يا بحر المكارم ماكو تفسير، القوافي تخاف تبني بحضرتك بيت، لأنها شما بنت بي تلقى تقصير، وطول القصايد يا ضوء العين، ويجف الحبر بس ماكو تبرير، ونذوب بمحبتك فوق الأوراق، ولا نقدر نوصف قطرة من بير. سلام عليك. الله الله، عشت عشت يا مروان صلى الله عليه وسلم، بارك عليه الله فيك. تسلم 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 وتعيش. الله يسلمك. يا قصي وش تسمعنا؟ زهيري وقصيدة. يلا. يقول السنين
سنين سارت جدم بزين ما شيلك ما شيلك قشمه وهفين العمر ونقول مو شيلك مو شيلك سنين سارت جدم بزين ما شيلك قشمه وهفين العمر ونقول مو شيلك تاريك طبعك غدر يا هيه ما شيلك وانا اللي عشت لك حياه الزين ابدربي وانا اللي عشت لك حياه الزين ابدربي وهديت لك كلام من القلب دربي دربي يدور بيك الوقت ويزتك بدربي ولو ذهب صدق صرت بالقاع ماشي يا سلام يا سلام انا العمر خلص حسرات وهموم شنت عايش حياتي وياك بوهام اش قد غشنا الزمان وبيك حسيت حقد لي اش كثر وسط القلب ضام لا تعاتب دليل عافكم ليش شبع منك ظلم عالكي في اللام احس انك مرض وبداخل تعيش صورة الزيف باقت مني اعوام رهمتك ردت ما ترهم بيوم اش ما جيبك يا ولشي وعكس الارهام اش قشال الدليل بحبك هموم وبياه اللي يمر يعيره قام الصام من الحج وبعيونه ذنوب بدي نشتضن هو يعتبر صام عرفتك انا ذرة خجل ما بيك من شفتك لبست ويا العدل ثام من شفتك لبست ويا العدل ثام الله عشت 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 يا قصي يا عهد حياك الولد ما شاء الله ما عليك اي والله عليك زود بس انا عندي قصيده هي تعتبر وصيه نعم للابن وهي تكون شامله ان شاء الله يعني ما بها خصوصيه انا طبع النخل شامخ يظل دوم ضاقت دنيتي وشفت الله موجود رطب صرت لهم وصاروا مناشير ربعي وكنت اظن يا حيف مسنود يا ابني وصيك تاخذ طبعي عنوان وخل عمرك فداء الزمن منكود ونصحك باب رزقك خاطر الجاي وخل بابك الكيد الريح مسدود ولا تسمع الواشي يجيب طاريك ونقل الحكي عند الناس مردود وبد لا تحد سيفك الا بالضيج ترى سيف الغدر يا سيف مبرود يصح صاحب شهم راضع دسم طيب ويصح كاذب شفت شققها الخدود ويصح صاحب فقير وما حظى بمال بس يسوى ألف لو عنك يذود ويصح واحد جبان ويملك الكون ويظن يا حيف عند الزلم معدود ولا تحرف عيونك لو ضفت ناس خل حدك ستر لا تعبر حدود وبالك عن اخوتك تنفرد يوم بوسط صحراء يفشل منظر العود وبالك عن اخوتك تنفرد يوم بوسط صحراء يفشل منظر العود واضمن جنتك لو رايد تفوز على شالتك اركض واعبر حدود وعن ترك الصلاة بعمر اوصيك لا تترك فرض بمتونك شهود خلب الله رجاءك لو شفت عوز وبني لك قبر مو بيت مهدود وأبد لا تغرك مهرب وسط سوق خل حدك عريبة ساس وجدود وحذرك لا أبد لا تصير مفتاح شفت بوبش كثر ذلت مفاتيح ولا تامن زرع وتشوف محصول القاع تبور والتعب الفلاليح ولا تحسب فرد وتخاف الجموع ويا مجموع ذرتها المراويح ولا تضحك كذب بعيون صحبان ولا تاخذ ابد طبع التماسيح
قارب صير أبد لا تصير ملاح، السفينة تعيش وتموت الملاليح. قارب صير أبد لا تصير ملاح، السفينة تعيش وتموت الملاليح. ولا تمشي بظلم والعدل ميزان، وبدل التيه خل قلبك مصابيح، وبدل التيه خل قلبك مصابيح. السلام عليكم. عشت يا عهد. عيش بعز. عشت. وصية جميلة جدا. الله يسلمك. ايش عندكم من الأولاد؟ عندي وليدين وبنيتين. ما شاء الله. بنية جديدة صارت عمرها 3 سنوات 3 أيام. اللهم يا ربي يحفظها. الله يسلمك. الله عليك. ويحفظها لها جميل. ابن الكبير سيف جميل. فهو اللي مكتوب. ما شاء الله. الله يسلمك. ما شاء الله. اسم مركب هو سيف الدولة لكن مشت عليه اسم الحمداني. سيف الدولة. إيه الحمداني. نعم. أول هذا بن حمدان. الله يسلمك. الله 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 الله. عشت. طبعا وإنا لقوم لا توسط بيننا لنا الصدر ما دون العالمين أو القبر. ما عليكم أبو فراس الحمداني يفتخر بأمام وهلو. كنا إحنا والنعم ولد رجال والنعم واحد. والنعم 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 ولد حواء وآدم. وإن شاء الله ماكو فرق بين هذا وهذا كلكم على رأس. ماكو فرق لكن قصيدة جميلة جدا حقيقة. أحسنت. جميلة. بارك الله بك. إيش نأخذ منك زهيريات؟ إيه تبشر. إيه والله. أمست خرابة ولع ديفور لبناها دار الاعزاز انهدم يا حيف لبناها. لبناها امست خرابه ولع ديفور لبناها دار الاعزاز انهدم يا حيف لبناها. دموع عين البشت من شوق لبناها بيدي يا صاحب عقب ضرب الفشق من هدت. وش كثر ناس انتخت يوم الفزع من هدت. دار الفداء اشعفت برجالها من هدت. أرملة وعانت كثير جروح لبناها. أرملة وعانت كثير جروح لبناها. عشت. عشت. عيش بعز. عشت يا عهد. بارك الله بيك. تسلم. بارك بيك. يصير ارجع على المشاركات؟ نعم. فقط على السريع. اي والله على اعتبار من الإمارات المتحدة. على السريع لك يا وطننا في سما المجد راية واسمك عليها بحرف العز مكتوب أشمخ وإشمخ وحنا لك أمان وحماية ولك عهد منا نوفي بكل مطلوب. مبروك عمر من الإمارات المتحدة. الله. يبلغكم التحايا والسلام عليه وهو السلام. من أشد المتابعين للبرنامج. حياك الله يا مبروك. وإن شاء الله على تواصل. أتوارى من تراب القبر وهيل أتوارى من تراب القبر وهيل على الرأس وعذبني فطير الدمع تاهل. يا عبد الله لا تنزلوا بقبر وتماهل تان ودع الشهم ونبكي سوى. من أحمد الزيدان أبو الشهداء العاثة. هذا على أولاده اللي قتلهم الدواعش. الله. واحدا تلو الآخر ذبحوهم أمام أبيهم. إيه والله. الله شهداء. فمن راد يدفنهم يقول العبد الله تماهل. يا عبد الله تفاهل. الله. الله. إيه والله تان الله. تان تان ودع الشهم ونبكي سوى. إيه والله. حي الله ابن زيدان العبدان. يلا حيهم. أيضا من أهل الجغايفة على السريع يقول أبو عابد محمد الجغيفي. يقول أبو عابد أبو عايد محمد الجغيفي هل عز الضعيف وريف للجار إعزازه ما بهم الوقت إعزازه ما يهم الوقت لو جار جباله للمعالي شبه سنجار هل بركان بساحات الوغة هل بركان بساحات الوغة. يقول جانا سلام الشمري والتراحيب سطرا على عد المكارم علامات أهلا بزيد المكرمة والمواجيب وافي وندعي لكم بالمسرات وافي وفاة الزير يوم اطلب كليب سجل على طرق البطولة حكايات جغايفة وشمر هل العز والطيب الكل منهم كاسبين الجمالات والنعم أهل العلوم الطائلة والمطالب واللي لهم بالمجد صولة وجولات أحرار تعلوا عاليات المراقيب وأيضا على قب المهار الأصيلات ساروا على وضحنق وما جنوا عيب ويا ما لهم في مر الأيام صولات حنا ذراكم عن سمو اللواهيب شمر سندنا يا عريب السلالات حنا أهل ما به ضيوف ومعازيب حبل المودة بيننا والمعزات باقي القبائل سالمة من العذاريب كلا على ماضيه وثق سجلات سلام بن كرحوت لأهل المطالب واللي لهم في ماضي الأيام ردات سلام يوصل لأبو طارق هديب واللي جزونا عسوات البطولات صلاة ربي عد ما غاب ويغيب على الرسول الهاشمي دب الأوقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم يلا حيهم
يلا حيهم. طبعا ظلت قصيدة عبد المطلب الحديثي واحنا والوقت معارك لكن ليس الآن إن شاء الله. حتى فقط وش عدنا من تحايا وسلام نرجع للإهداءات يا أخوي مروان أهلك العبيدي ما زال ذكرنا حديثه وعبد المطلب الحديث والجغيفي أهلك العبيد ما لله ما لله ما لله أبو صالح وأخوه عبد الحميد الشيخ عبد الحميد والله أبو حيدر وشيخ شعيب إيه والله هذول أهلك ما لله العبيد البغدادي وش عندك الهم من القصيد والتحية طبعا أهدي تحية وسلام العمامنا البغدادي العبيد عمامي وكل العبيد من جنوب العراق إلى شمال العراق أبو نور يقول ما يذكروني أهل كركوك ما يذكروني على رأسي والله عبيدي بضلوعية بس ما شاء الله على رأسي قلم هذا في رأسه ناره على رأسي والله هذا البيت إهداء لكل عبيدي يا سلام يا كل سلام عبيدي. يا سلام والنعم إيه يقول صغت القوافي للاستاهل بفعل مرد لصار غصب لهاتل على الديرة مرد صغت القوافي للاستاهل بفعل مرد لصار غصب لهاتل على الديرة مرد للعلى بحورة سقم جمع المعادي مرد رغم الليالي بنابات الغدر لكن أهل البطولات قالوا للعدو لا كان كل القبائل كفوا ما قصرت لكن والله اخوت هكشم ردوا رؤوس الدواعش مرد ونعم نعم نعم منك ابو عبود اخوت هكشم ردوا رؤوس الدواعش مرد تعالون سلام ما عليكم زود عشت عشت يا مروان ما عليكم زود نرجع القصي حتى عود ناخذ فاصل ورا قصي وش عندك يا قصي من الزهيريات والعتابه والابوذيات ايش تكتب انت نسمع منك اي والله يقول من الهم من الهم دليل استوى ومن الجرال انهت عالبال ذكر الولف كل ما يمر انهت عنهم نهوهش كثر روحي أبد من نهت طاريه يوم يمر الروح طاريه يوم يمر بالروح هداها ويا حيف وقت الأحد للغير أهداها أطلق همومه علي الوقت هداها بعدت افراح ومشت كل الاحلام انهت بعدت افراح ومشت كل الاحلام انهت والما الما نطرن ومشى يا صاح ليش انطره الما نطرن ومشى يا صاح ليش انطره واعتب علي بعد الا ان قلب انطره ما هم نسهم العدو صاب الدليل انطر غدر الرفاق المشو هو اللي هاضمني حسيت روحي دوت والموت هاضمني من راسي اخذ الحكي يشهود هاضمني بيدان شق القلب لو بيه ذكر انطر بيدان شق القلب لو بيه ذكر انطر عشت 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 وش تختار لنا يا عهد ابو سيف الله يسلمك ما عليك زود اقرا لكم هم زهير ان شاء الله إيه؟ اذا تريد او مقطوعه كيف راحتك انت على مود عندك اهداءات ايه ورا الفاصل حتى نعرج على اهداءات ان شاء الله ايه لكن ان شاء الله حتى نختار اي والله من اختياراتك اعزاز قلب رحلوا يا حيف شبكوني اعزاز قلب رحلوا يا حيف شبكوني وعقبه جفوني علي نيران شبكوني اهم بشفوف خلي وقلت شبكوني لجروح قلبه لتدور دوام شي تلهم وبقاع صبري حفنت سنين شاتلهم خلت جفوني بوقت العوز شي تلهم حتى الشماتة تصيح شبيك شبكوني حتى الشماتة تصيح شبيك شبكوني وعاونت ربعي لحد ما بي ملعوني عاونت ربعي لحد ما بي ملعوني ومنهم رجيت الفزع يا حيف ملعوني من الجفوني يا ملك الموت ملعوني تراب حفن اصبحوا ومعقوله ما صلهم وحقها لعيون انبشت لفراق موصلهم تدري الجفوني علي شق سمت ما صلهم بيهم خسيس وعفن شيطان ملعوني بيهم خسيس وعفن شيطان ملعوني حشوم السلام يا سلام
عشت عشت يا عهد. السيد المخرج الفاصل جاهز؟ ايه شو عليه؟ الفاصل هذا من قناة سامراء ومن خيمة وقصيد ومن العاملين في هذه الأمسية اليوم. الحقيقة اللي زميل مو زميل وإنما هو مدير قسم الكهرباء هنا في قناة سامراء. مدير قسم الكهرباء اللي هو أحمد بن عباس. أهلك أحمد بن عباس تزوج وناسب المعاضيد. إيه والله ويقول اليوم نريد أن نعلقها ما زال الشعراء موجودين فحتى عودينا نغير الصفحة الأخيرة. إذن الأحمد عباس هذا الفاصل مهدات الأحمد عباس. أحمد عباس والمعاضيد كل المعاضيد الله حيهم الله حيهم الله حيهم. أهلاً ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله في الفقرات الأخيرة. ما بعرف إيش بقى من الوقت يا أخوي مروان، لكن حتى نستثمر ما تبقى من الوقت نسوي له شنو تقشقش وتلملم وتشوف شوف حتى شنو لك الباقي ما تقول. إيه والله والله إن شاء الله طلب خاص. طبعا القصيدة هي عتاب بسيط. أها حلو العتاب إذا كان من محب. عتاب بسيط طبعاً. العرب تقول عتاب محب أو محب معاتبي. إيه إن شاء اللي عتب أخير من اللي حفر جوه إن شاء الله. إحنا إحنا شوية نقرص بالقصيدة ونعالج بعدين. خلنا نشوف يلا وش قلت. يقول إلى بعض القرابة أصحابي خارج قوس، إلى من ما وقف لي وجاب عاليها، هذاك المارك ظلم وقعت اليوم ايده البارحه بماعوني ناسيه، وانا اللي عيونهم علات غثهم بوب البيت جبت عاليها واطيها، افزع سفرتي اتشانت بطول العوز وافرشها سواء بيها ما بيها، على زاد درت حاتم وملح وخيل وكبرت الصياني وهذه تاليها، هي الحمى قالوا تجي من الرجلين بس اشتحكي ويا كان ناسيها، ألوب تشوفني وجروحي تنزف ضيم ولا هزك نزفها وقلت تداويها، وانا عبد الملك قدمته للمحتاج ويشهد لي قبل قاصيها دانيها، كبوه وقمت هسع منها وتعافيت وابو البوب العلي سدست سراقيها وضحت والشمس بانت معانيها والليل انجلى وطلعت افاعيها، ما محتاجكم بس قلت اشوف الزين غرابيل التبدش ما احط بيها، متندم على كل الهلا وحياك واحضان النكر كل عفن طاريها، عش السامع شو من قال بس هم بيها صالح وقعت الإنسان حتى يشوف من هول سواعيها، وما خلصت ترى الدنيا فرح وهموم نوب الضم دمعتك نوب تبكيها، لابد ما تقع وتجيبك الأقدار ويفتر الوقت واقضب عراويها، بس المشكلة كاتب زهير يقول سوى الغوانم يا صاح إن كان رايد عفة والعافك بنار عكسه بماء بارد عفا، اسمع كلام العقل والينحكي اوعى فيه وارضى بلي يصير وبحكم الليالي انجبن من المواقف زلم يأمل دهور انجبن، الفات حقه أبد ما يعتبر انجبن، ضمت الرجولة إذا صار بالحق وعفا، ضمت الرجولة إذا صار بالحق سنت خطر. سلام مروان خطر عشت الله عشت بارك الله فيك تسلم تسلم الله يسلم. قصيدة مؤثرة وفعلا كنا مرينا في هالمواقف ما عليك زود ما لكن بزود. انت عجرح ما عليك زود والله ما عليك زود اخاف ما نقدر نرجع لك، عندك اهداءات عندك سلامات يا مروان. يعني سلام طبعا اهداء يعني سلام بسيط مو حيل يعني سلام خاص طبعا لابن العم الغالي ابن عمنا الغالي معهد السام العاصي والنعم تحيه له وللشيخ رعد السام العاصي كل طبعا كل الهواصي كل شلع اي والله والعم العزيز ابو احمد الشيخ علي مطشر الحسين والنعم العميد علي والعم العزيز تحيه خاصه للعم العزيز طبعا ابو انس الدليمي
الله حيه حجي رعد الدليمي. نعم. طبعا وقف لي وقفه ما تنسي. نعم. وتحيه خاصه طبعا لابن العم الغالي اللي انا احبه يعني الشيخ صفاء المجرم العبيدي ابو عمر الغالي. الله حيه. تحيه له الاهل وتحيه لجمعيه الشعراء الشعبيين بدون استثناء. عشت. وللي خلف الكواليس طبعا. عشت. القائد ابو رقيع حسام السبعاوي. وتحيه لحضراتكم وللمشاهدين كلهم. تسلم تسلم يا مروان. الله يسلمك. على السريع يا اخوي قصي وش عندك من قصايد واهداءات؟ عتابه قلت عندي ابو ذيات. ابو ذيات يقول صدق واخلص دليل وياك ما شاك. ما شاك. صدق واخلص دليل وياك ما شاك ابره بغير علم بخيط. ما شاك رغم لعبش كثر وياي. ما شاك بان يخون ويضحك علي. وجمر حبك نفث بالروح والراي نطر لي ما غداها الشوف. والراي احب انك دقل شلون والراي تظل الياء وكت تثقل علي. اهداءاتك القصيدة نأجلها على حلقة أخرى لأن الوقت حيل أدركنا يعني. بس عندك من اهداءات؟ اهداءات لكل العمام والخوار والقرايب وكل من يشاهدنا. يا سلام. وحضرتك الله حيه والأستاذ الكبير الله السبعة ومرغية خلف الكواليس. يا سلام. ما عندك يعني تخصيص مثلا أسماء معينة؟ والله يا تخصيص ما محضر خير ان شاء الله. والقصيده تطلبنا ان شاء الله احنا في لقاءات ولقاءات ان شاء الله. لكن داهمنا سيف الحمداني اقصد سيف الوقت. اي والله يا ابو سيف. اي والله في دقيقتين وش عندك ان شاء الله ما راح اخذ اكثر من وقت المطلوب. انا الشيطان اللي براسي يفركون. انا الشيطان اللي براسي يفركون اخويا ولسبب موتي يفركون. هلي والشافة وجروحي يفركون بملحهم وتعلق نيران بيه. مو طق العقل بجفاك طقتين وشفتانا بأثر ممشاك. طقتين بإذني سمعت صفقاته وطقتين صابعهم لحد ما قضت بيه. ننتقل للعتابة إن شاء الله هم بيتين. هل لمن تعد رجال عدهم وهلش ما دورت من طيب عدهم. عدهم وجه واحد لكل الناس. عدهم عطرهم فاح من جوا التراب. والنعم والنعم والنعم. ويا بوب الدار عشالة ومضاعين. مضاعي. وعقبكم ما فرح قلبي مضاعن. أنا ضيعت بالدنيا مضاعن. أهلي والدار نرجاهم قراب. الله 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 عليكم. يا سلام. قدم تحية طبعا مختصرة إن شاء الله راح تكون. إيه. تحية لعمامي بالموصل كافة طبعا وأهلي بكركوك وللوالد والوالدة وأصدقائي وكل متابعيني وأهلي وعزوتي وناسي وطبعا وبغداد ولد عمي ما أنساهم أخصهم بالسلام أبو كاظم الحمداني. ونعم ونعمة حالك حسام الحمداني أبو سيف محمد الحمداني من الحلة واستاذ سعد ضعيف الحمداني. نعم. المحامي صديقنا. نعم. ومتابعنا دائما. الله حيه. والخليل السلماني طبعا العم خليل السلماني ببغداد حتى لا انسى رجل طيب ومتواصل وياي دائما وولد منطقتي وناسي واصدقائي كافه وحتى لا انسى طبعا عيسى وبيار وعلي عامر ومحمد ناظم واثير واسامه من بني عز عمر الخفاجي وكافة الولد والأصدقاء واعذرونهم إذا نسينا أحد. كل العراقيين. حياتي. يا سلام. إيه والله عشت عشت. إحنا أيضا ما دام الحديث فيه شيء بالاعتذار هذا القصيدة مال طبعا الأستاذ عبد المطلب السيد ذاكر الحديثي. هذه قصيدتك هنا موجودة والله في مدح النبي. صحيح. صلى الله عليه وآله. ولكن الوقت الوقت ما انطانا مجال وأحسب أن صدرك يتسع لقبول اعتذارنا أستاذنا العزيز أبو محمود. أحسب أن دقائق البرنامج قد انتهت. لا يسعني في نهايتها إلا أن أشكر الضيوف الأعزاء الذين وفدوا إلينا من شتى الورد كركوك المتألق الكبير مروان العبيدي ومثله قصي العبيدي ومثله عهد الحمداني أبو سيف ومن خلف الكواليس المتألق الكبير حسام السبعاوي. الشكر موصول إلى علي بن غالب وإلى مروان بن غالب
وإلى سامر العبيدي طبعا تحياتنا لها العانة شلع قلع، أيضا سوريا الحبيبة السويداء 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 أبو أستاذ حسام في سوريا الحبيبة يتابعنا وكل المحبين، وإلى موسى الفراجي قسم العلاقات الداخلية والخارجية وخازن اليوتيوب عبد الرحمن السامرائي والغيث آل الطوف وعمر التكريتي والإدارة التنفيذية متمثلة بالأستاذ فيصل آل الطوف، وهذه تحية المخرج لكم حسام بوفاعور، حتى ألتقيكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.